حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم يا أهل الرافدين، أهلا وسهلا بكم يا عمار بيت القصيد إلى هذا العدد الجديد. مجددا نرحب بكم ونستضيف هذه المرة الشاعر السوري ابن مخيم النيرب مجد أبو راس من سوريا من حلب الشهباء. أهلا وسهلا بك، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد يا أستاذ مجد. حياكم الله أستاذ مصطفى، وبارك الله بكم، وشكرا لبيت القصيد، وشكرا لكم، تجدد اللقاء يعني الوفاء، شكرا لكم مرة أخرى. في البداية نحن أيضا نشكرك جزيل الشكر، ولا شكر بيننا. قبل الشعر وقبل الأسئلة وقبل أي مسألة ربما تكون فيها من السخونة ما فيها ما يشد أنظار وأسماع السادة المشاهدين، في البداية معلومة لغوية سهلة وبسيطة ينبغي على الجميع أن يعرفها، وتظن أن كثيرين ربما يجهلونها. مفاجئ هذا السؤال. نعم، أظن كلمة الحداثة هي شغل الأدباء الشاغل ومحط أنظارهم. نعم. ويريدون أن يعلموا حقيقة الحداثة الحقيقية. الحداثة تيار اقتحم العالم منذ اندلاع الثورة الفرنسية، وكان زعيمه في الأدب، دعنا نقول عن الأدب فقط بما أننا في بيت القصيد، بودلير كان زعيم الحداثة والحداثويين كما يقال، قد واكبه الشعراء العرب منذ عام 1900 في مذهب رومانسي وإبداعي ورمزي، لكن الحداثة حقيقة قصدوا بها التحديث، لكن كنها هو دحر المفاهيم القديمة بما فيها الدين والأخلاق والقيم. أظن أن شعراءنا تنبهوا لهذا واقتصروا على الجانب اللغوي. ربما يكون هناك من المستمعين الكثير من يصطف إلى جانب رأيك، وربما كان هناك أيضا من يخالفونك الرأي، تمام المخالفة. عموما لا ضير في ذلك، دعنا في البداية نذهب إلى سوريا التي تحب، وذكريات خيم النيرب وذكريات حلب الشهباء وما قر حلب الشهباء عفوا وما قر في وجدانك وقلبك من تلك الذكريات. بعيدا عن الشعر، حدثني عن حلب، الجانب الخفي الذي لا يعرفه كثيرون من العرب. حلب مدينة قديمة عبر التاريخ، لا يعرف لها تاريخ أصلا لقدمها، لم يعثر لها، فأقدم تاريخ عثر عليه هو منذ 10,000 سنة أو يزيد. نعم. حلب بلد الخليل عليه الصلاة والسلام، بلد الحمدانيين، بلد مئات الحضارات المتعاقبة منذ فجر التاريخ وما زالت. نعم. أما حلب اليوم رفات. 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 رفات مدينة كانت يوما حارسة حضارة. نعم. خذنا إلى قصيدتك الأولى. قبل قصيدة حرية أن تنتقي ما تشاء. قبل قصيدتي الأولى أريد أن أسمعك بيتين فقط لنرحب بالشعر في بيت القصيد. على نبض أوتاري يدب شعور، ويلمع من طيف الأحبة نور. هو الشعر يغري الناسكين بسحره، فكيف على أهل القصيد يصير؟ فكيف على أهل القصيد تثور؟ ولماذا تقود ثورة يا مجد على الحداثة والحداثيين؟ لعلمك بأن الحداثة بمفهومها الضمني قلب المفاهيم بما فيها الأخلاق والدين. لكن بإمكاننا أن نستوردها كعرب ومسلمين ونقولبها بالشكل الذي يخدم عاداتنا وتقاليدنا ولا ينفصل عن ديننا. أظن ما المانع في تطبيق ذلك مثلا؟ أظن قد يقول قائل، طبعا أنا لا أتبنى هذا الرأي، أظن أن معظم أدبائنا قد تنبهوا لهذا الأمر، ومنهم من انخرط في سبل الإلحاد و بعيدا عن هذه الفكرة التي يتكئ عليها كثيرون من المفلسين بوصف كثير من الشعراء أيضا، ويقولون إن هناك من انتهجوا الحداثة حتى يعززوا فكرة الإلحاد في المجتمعات، لكنني مثلا لم أجد من يقول اعبدوا ربا غير الله، لا يوجد إله، خصوصا لا سيما مثلا في المنطقة العربية أو بالشعراء المشهورين. بلى يوجد،
على سبيل المثال بعيداً عن ذكر الأسماء، طبعاً أديب سوري، سوري من وسطنا العربي، يقول إحراق المحرم يعني التساوي مع الله، إحراق المحرم يعني التساوي مع الله، وبالتالي نفيه. هذا كلامه حرفياً. هذا لا علاقة له بالحداثة أصلاً، هذا كفر بواح. دعنا نذهب إلى القصيدة. طبعاً هذا ما يراه كثيرون ممن يشاهدوننا الآن، هذا نص يعني يخالف تماماً ما نؤمن به من منطلقات شرعية ومعتقدات إلى آخره، لكننا نتحدث عن الحداثة أي التجديد. انطلاقاً من فكرة الأصالة والتشبث والتمسك بالموروث، وهذا ما نسعى إليه، أن تظل اللغة كائناً حياً حيوياً لا كائناً خشبياً ربما. كلامك دقيق وهذا ما أراه مناسبا. إلى النص الأول يا مهدي. أبجدية الكرامة الضائعة. أبجدية الكرامة الضائعة، لماذا جعلت الأبجدية ضائعة أم الكرامة؟ هذا نص مؤلف من 29 بيت بالترتيب على الأحرف الأبجدية أو الهجائية، ألف باء تاء ثاء. تفضل. أبنت الهوى أنت تعتلق، وخيلك في السبق تستبق، بسطت يد الطهر مؤتزرا ببرد تنظفه الطرق، توريت فيه فلست ترى أليل دجى أم سنا يقق، ثويت ترود رضا غدة وتطلب ودا وتحترق، جللت عن الصفح يا ذا الخنا ولا صفح عن أعبد أبق، حلائل كن جواري قصر يخفن الرجال إذا نطقوا، خفرن العهود ورضنا الأسود بسحر تبدى لمن عشق، دعاة العفاف تبعتم نساء لهن بنيل الهوى شبق، ذروا الفاتنات وصونوا الهوى وخلوا ظبى الطهر تمتشق، رغائب عيش حظيتم بها تكدس في نيلها الملق، زويتم بركن الخباء حساما فصاح الحسام متى النزق، سئمت تكاليف نصرتكم وحداي أصداهما الألق، شب السيف ليس يزينه سوى ثلم فيه تتسق، صبوتم إلى المكرمات فعزت عليكم وأشياعكم فرق، ضللتم طريق النجاح القديم ومن دونكم في العلا سبقوا، طلبتم عراقة أهل النهى بأعلام زيف فما لحقوا، ظهرتم على قدم الصاعدين كمن للمشاش قد استبقوا، عسى الكرب يرتق خرق الرجال ويمسون أهلا لما خلقوا، غمار الحضارة حل لنا عرا كاد يقتاتها الوبق، فبحر عطاءاتها واسع وأهل الونا بالعطاء شقوا، قديما ركبنا خضم البحار وكنا بأمواجها نثق، كحامل كأس يريد الشراب فهل هو في مائها غرق، لواعج صدري تنادي بنا هلموا إلى المجد نتفق، متى نتقلد سيوف الجدود ونور الكرامة ينبثق، نجر المنى واثقين بها بهام لها في العلا حدق، هرقنا دموعا على السالفين وهم للجهاد الدمى هرقوا، وشاد قوائم عز لنا دعاة بحبل الهدى اعتنقوا، يعز علينا بأن العدا بهذه الشمائل قد خرقوا، لأي مدى سنظل نعاجا ونحن أسود لنا عرق، لأي مدى؟ لأي مدى سنظل نعاجا ونحن أسود لنا عرق، ونحن أسود لنا عرق، لنا عرق. ما الذي قصدته بالعرق؟ الأصالة. تمام. قد يقول قائل أستاذ مجد الشاعر السوري، ماذا تجنح إلى استخدام بعض الألفاظ المعجمية التي يصعب على المتلقي استساغتها بمجرد سماعها للمرة الأولى؟ دعني أصيغ السؤال بشكل مختلف قليلا. تفضل. يعني هل تتوقع كم نسبة عدد المشاهدين الذين ربما يكونون قد فهموا النص من القراءة الأولى؟ من القراءة الأولى يعني 90%. والله؟ نعم. ربما أكون من 10%. إذن عموما لا مشكلة. دعنا نتحدث الآن عن فكرة أخرى في هذا النص. كيف جاءتك الفكرة أن تكتبها كأبجدية تعتمد فيها ترتيب حروف العربية؟ كيف جاءت هذه الفكرة؟ ما الذي أردت أن تعززه؟ الفكرة أنني كتبت 3 أبيات فرأيتها مبرمجة ألف باء وانتاء، فقلت أكمل لعلها تكون تحفة، وهذا البحر المتقارب جعلت فيه جوازين ملتزمين، الضرب وما قبله.
وليتك توضحها للسادة المشاهدين هذه ببساطة وبلغة سلسة مرنة. البحر المتقارب هو أربع أجزاء فعول في اليمين الشطر الأول الذي هو الصدر، وأربعة تفعيلات فعول في السطر الثاني الذي هو العجز. أنا اعتمدت أن تكون التفعيلة الأخيرة فعو، والتي قبلها فعول دون إشباع، فتأتي التفعولة لفعو تصبح فعل، يعني نعم. أكثر من حدة هذا البحر وأحوله إلى أقرب نقطة ليلتحق بالبسيط والمنسرح. دعنا نلتحق الآن بسوريا وما حولها من الجراحات والأحزان. باعتقادك ما الذي ينقصنا نحن اليوم حتى تستعيدنا أوطاننا ونستعيدها بشكل حقيقي؟ ينقصنا المثابرة والجد والعمل، وأن نقوم بأعباء قضيتنا من كل الجوانب، حتى على صعيد القلم، وبرأيي أن القلم هو مع السيف هما عاملان مشتركان لتحقيق الحرية والعدل والمساواة. إذا أردنا العلم والقوة، يقول الله سبحانه وتعالى عن طالوت: زاده بسطة في العلم والجسم. إذن هذان المعولان على المعول عليهما. نعم، هذان الشأنان العظيمان هما ما أو من يعول عليهما ببناء الأمم وتثبيت أركان ودعامات أي حضارة أي مجتمع يحب أن يقدم لأبنائه. عليه أن يعتمد على هذين: العلم والقوة. وبالعلم قوة، والقوة تحتاج إلى علم أيضا. نعم، القوة إذن كلاهما يتمازج أو يندمج بالآخر. دعنا نندمج بجديد قصائدك من جديد، ولعلني هذه المرة أكون من 90% لا من 10%. تفضل. قصيدتي في مهب الريح: أيا أمة الأعراب صبحك نامة، وعسعس هذا الليل فوق كهامة، وأوشك شوك الأرض يأكل وردها، وأرمل مخضوب التراب وخامة. علمت المعافى ليس يخدع غيلة، فهل بلغ الشيطان منك مراما؟ أما كنت في التاريخ غرة ماجد تسديت أحلاس الفخار مقاما؟ فماذا جرى اليوم استبد بك الردى، وأغراك قيد بالمذلة داما؟ ضعفت ولا تجبى الريوع بفترة، وهنت وصار الأرذلون كراما. كأني أرى عجفاء مثقلة بما ينوء به فيل يزيح ركاما. أناخ عليها كاهل الغدر فانثنت، وجرحها صوت الطغاة وسام جدائل قهر من ثقوب خمارها، تناهبها قمل بها يتنامى، كحاملة قدرا على الرأس، حامل على متنها طفل، على متنها طفل تجر غلاما، يشد ذيول المرط منها صواضح تضاغوا عراة ينشدون طعاما. يشد ذيول المرط، وهو طرف العباءة، يشد ذيول المرط منها صواضح تضاغوا عراة ينشدون طعاما، بوعر يخاف الجان فيه مدجج، وتعوي به ريح تهزهز لاما. تفتش عن مأوى يلم شتاتها، وتلقي عصا الترحال أو تتحامى، وخلت وراها منزلا مترفعا تحوم به العقبان منذ ترامى. وقد أكل الساعون بالأمس خبزها، وهم أخرجوها اليوم منه لزاما، وبعل هناك ارتد واعتد بالغوى يعتق أقدار القشاعم جاما. كذا سمة الأنذال ليس بأمنة، وليس أباتا يدفعون صداما، وليس فحولا يحملون رحالهم، وليس فهاما يفقهون كلاما. إذا ارتجت الغبراء تحت عروشهم أحالوا ربيع المتعبين حطاما، ولو رفعت عين إليهم بلومة لخلوا نهار المبصرين ظلاما. تزيد يد الأقدار فيهم ضلالهم، وهم يستزيدون الضلال دواما، ودائرة الأيام تجري ملحة على كل مفتون
أصاب حراما. ودائرة الأيام تجري ملحة على كل مفتون أصاب حراما. فقد يحرم الأسباب ملك بحرصه، ويبلغ أسباب السماء يتامى. الله، وكل مسيء. أعد هذا البيت. فقد يحرم الأسباب ملك بحرصه، ويبلغ أسباب السماء يتامى، وكل مسيء في العباد بوحشة يقوم بها يوما ويقعد عاما. يقوم بها يوما ويقعد عاما. متى سيأتي هذا اليوم حتى يقوم؟ اليوم قريب والفرج قريب بإذن الله، بسواعد المجتهدين وبنات الحلم. نعم، الحلم هو بالأساس هاجس كل إنسان حر، سيتحقق مدى مخلفة. نعم، الآن سنذهب للاستماع إلى ومشاهدة طبعاً قصيدة لأحد الشعراء، حتى يعني نعطيك فترة وفسحة فيها تأخذ استراحة. استمع إلى قصيدة نحن وأنتم والسادة المشاهدون، بعدها نعود إلى ما تبقى في جعبتك من قصائد، ما رأيك؟ حبذا والله على الرحب والسعة. إذن أعزائنا المشاهدين، نخرج الآن إلى فقرة قصيدة للوطن، ومن ثم لنا عودة، لا تذهبوا بعيدا. أحبك رغم أني لا أحب، فقلبي في الهوى ما زال يحبو، وأبدو حين يبدو منك ود كمن أحياه بعد الموت قرب. أهيم بما تجود به فأمضي، تنازعني هنا شرق وغرب، أجن وليس يمنعني جنوني من العشق الذي يحياه صب. فمهلا لا تعاتبني، فإني يقود خطايا نحو هواك قلب، تواعدني الجفاء بغير ذنب، وما تدري بأن البعد ذنب. غدوت جليس قلبي في الحنايا، وإن ترحل فنائبة وخطب، فأنت بخاطري نال وعزف، وفي الشريان نيل أنت عذب. أتهجرني وتعلم أن ليلي صبي يعتريه اليوم شيب، ودونك أمتطي الآفاق وحدي غريبا ليس لي أهل وصحب. فرفقا بي ولا تكثر جراحي، فميراثي من الآهات يربو. أحبك ما سألت عليه أجرا، فأجري سوف يكفينيه رب. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، ولا نزال في رحاب هذا العدد المتميز حقيقة من برنامجكم الثقافي الأسبوعي بيت القصيد. ولمن التحق بنا مؤخرا، نذكركم بضيف حلقتنا لهذا اليوم، شاعر النيرة بشار السوري بن حلب الشهباء مجد أبو راس من سوريا. أهلا وسهلا بك مجددا سيد مجد. أهلا بكم سيد مصطفى، بارك الله بكم وبهذا البرنامج الرائع. هناك من يقولون إن اللغة كائن متجدد، وينبغي على أمناء هذه اللغة ألا يختلفوا مع هذا التجدد، وأن يتماهوا معه ويتناغموا معه. لماذا تجد الكثيرين من الشعراء يحولون يعني التفذلك أو التحذلق باستحضار بعض المفردات التي لا تحتاج المعجم فقط، بل ربما كانت تحتاج معجما لتفسير المعجم الذي يلجؤون إليه؟ لماذا لا نكون أصحاب عصرنا وأصحاب كلمات العصر الذي نعيش فيه؟ قد أكون منهم. من أي طرفين؟ ممن يستحضرون المعجم القديم. أنا لم أتهمك. نعم، وإنما أنا أتحدث عن فئة معينة. أنا أتحدث عن نفسي، وأريد أنا وأنت أن نصل إلى يعني قاسم مشترك، من خلاله ننطلق في رحلة لحل وفض هذا الاستشكال. أرى أن القاسم المشترك الوحيد بيننا هو القرآن. القرآن جاء باللغة العربية فهذبها وبين جذورها. نعم، وما يمكن صياغته من اللغة العربية القديمة أو القادمة. نعم، جميل. وبرأيي القرآن خير دليل، فيه كل ما يمكن أن يخدمنا دون المساس باللغة، ودون العودة إلى ماض ربما لا نفهمه الآن. نعم، الآن سنذهب إلى سؤال مختلف،
قد يكون مفاجئا. القصيدة حينما تكتبها، هل تقرر أن تكتبها أم هي من تفرض نفسها عليك؟ قل بصراحة. بصراحة أحيانا أكتبها أنا بافتعال، وأحيانا تأتيني إلهاما. هل من الممكن أن تكون القصيدة المفتعلة جميلة ومتميزة؟ نعم. والله؟ طبعا. ما الذي يحكم ويضبط إيقاع جمالها؟ هل هي الصنعة والدربة والتجربة واتساعها؟ دعني أقول أولا، الشاعر إنسان مرهف الحس منذ، نعم، منذ الولادة. لا يولد شاعرا، لكن يولد له شعور خفي يتميز عن الآخرين. هذا الشعور بدون الدربة والمران لا يصقل. وعلم الشعر علم أكيد، الشعر هاجس، أما أنه يحتاج إلى صناعة. نعم. فيه هاجس مطبوع وفيه صناعة، صنعة شريفة تعتمد أن الإلمام باللغة بنحوها وصرفها وقواعد العروض والاتزان ومعرفة وضع الزمان والمكان في النص والقصيدة ودراسة الشخوص التي ستتحرك بها القصيدة أو يحركها الشاعر والأجساد أيضا، الشخوص على صعيد المتحرك والأجساد على صعيد الثوابت. فلذلك الشاعر يجب أن يتقن هذه الصنعة كما كأنك تصنع مسرحية، فالمسرحية لا يمكن أن تأتي من خيال محض إلا فكرتها، أما صناعتها فتحتاج إلى دربة وميران. هذا درس مختصر وسريع لكنه لم يخلو من الجمال والتوضيح الشيق الذي أشكرك عليه. بارك الله تمام فيك. الشكر. إلى قصيدة جديدة سيد مجد، تفضل. تقابل وتعاقب. تقابل وتعاقب. وتعاقب، نعم، تفضل. التقابل هو إلباس المتضادات والتعاقب إتباعهم كالليل والنهار. نعم. ما بين لون الورود والعبق بعض انسجام وبعض مفترق، فقد تروم الحسناء تطلبها وجنسانيا طويلة العنق، وبعض أوصاف خلت تكسبها حسنا يثير الخيال من شبق، لكن ما للطاهين قاعدة لا يجهل اللحم طاعم المرق. لا يجهل اللحم طاعم المرق. طاعم المرق. يعشق البدر وهو منصرف، في حضرة الشمس كيف لم تثقي؟ هذه المروج الخضراء كم يبست وكم نما فيها يانع الحبق، والبحر حمال الجاريات به يسعى فريق والبعض للغرق، بل شاهد النجم في الظلام وكم يهدي عيون السارين للأفق، فإن صحى نور الفجر غيبه حتى يعود النهار للشفق. فإن صحى نور الفجر غيبه حتى يعود النهار للشفق. حلو. حتى الأماني تبعثرت طمعا أن تدرك السهم ساعة الطلق، وجدتني مفقودا بناظرها والناس حولي يرون من حدقي. الله. وجدتني مفقوداً بناظرها والناس حولي يرون من حدقي. جميلة هذه الصورة. أنفقت من عمري ما أظن به والغنم بالغرم آخر الرمق، مشرد أشبه الطيور حتى مشرد أشبه الطيور إذا حل الشتاء ارتحلت في الطرق، لكنها الأرض وحدها احتضنت من كل آت وكل منطلق، فإن أتى أمر الله وانبسطت وحشر الناس في ثرى زلقي، فابكي علينا انتهى مقصدنا وافرح لمن في دنياه لم يبقي. فابكي علينا انتهى مقصدنا وافرح لمن في دنياه لم يبقي. ما معنى يبقي هنا؟ أبقى العبد أي عصى. عصى وأتى بالذم. نعم. وفر. من آبق. نعم. جميل هذا المعنى سيد مجد. إلى أي العصور الشعرية تنتمي حال قدر لك أن تختار العصر الذي تنشأ به شاعراً؟ لقدر لي أن أكون في بلاط أمير الشعراء أحمد شوقي. والله؟ نعم. جميل جداً. أنت تحب أمير الشعراء أحمد جداً. شوقي إذن. أكثر الأبيات العالقة في ذهنك وتؤثر فيك وتحفزك دائماً، لو تستشهد لنا ببيت أو اثنين الآن. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه،
فقوم النفس بالأخلاق تستقم. جميل. والنفس من خيرها في خير عافية، والنفس من شرها في مستنقع وخيم. جميل هذا المعنى، وجميل هذا الحفظ، وهذا الاستحضار البدهي السريع. أحييك، بارك الله فيك، وأشكرك عليه. إلى العناوين، ونتحدث عن استشكال العنوان في النص الشعري، وأنا هنا أريد أن أستفيد من تجربتك حقيقة أستاذ مجد. هل ينبغي على الشاعر أن يبدأ القصيدة بعنوانها، أم أن يكتب العنوان باختتام القصيدة، أم ربما العنوان يمكن أن يكون عبارة عن اقتباس من القصيدة، أم غير ذلك، أم كل ذلك؟ هل أضرب مثلا؟ تفضل. فقط مثلا، عندما أنا في بيت ما أو في مؤسسة ما، أريد أن أذهب إلى مدير المؤسسة أو إلى الكافي، الأبواب متشابهة. نعم. والغرف متشابهة، لكن من يدلني؟ يدلني العنوان. نعم. هذا العنوان إن لم تختصر القصيدة كلها في العنوان، العنوان غير ناجح. إذن البرهان لا ينتمي للفرد، ولذلك الطلب يكون مفقود. هذا الكلام جيد، ولكن من يسبق من، القصيدة أم العنوان؟ القصيدة تسبق العنوان. جميل، نحن متفقان إذن. القصيدة تسبق العنوان، وكثيرون يتفقون معك. العنوان مستنبط من روح القصيدة ومن جوهرها. هل من الممكن وهل يصح للشاعر مثلا أن ينتقي عنوانا يبسط على قرائه الفكرة المرجوة من جوهر النص؟ نعم، عليه إذا هذا، عليه أن يختار العنوان ليدل على القصيدة كلها. القصيدة لا تكون ناجحة إلا إن اختصرت في جملة أو كلمة. نعم. إن لم تختصر القصيدة غير ناجحة. وماذا تقول في من يرون بلزوم أن يدل العنوان على القصيدة وليس العكس؟ يدل العنوان على القصيدة، أن يعرف العنوان بالقصيدة وليس أن تعرف القصيدة بالعنوان. يجب أن يعرف العنوان في القصيدة، وعندما تقرأ القصيدة إن لم تنتمي للعنوان فأرى أن هذا الشعر مهلهل. نعم. الشعر لم يستطيع إحكام مادته كما يجب. إلى قصيدة جديدة، وأظنها سراب. سراب، خذنا إلى سرابك لنفتح طرق الحلم دخولا إلى أبوابك. إلى سراب. بارك الله فيك. أتعبت نبضك في خفاقك الواري، وأنت ترسله في حرفك الساري، وغاسق الدمع خد الوجنتين كما يشق صلب التراب الجارف الجاري. هل يعلم العاشق المشتاق عن وله؟ هل يعلم العاشق المشتاق عن وله أودى بصاحبه في لجة النار؟ ما كان ذنب امرئ أن بايع امرأة على الوفاء فباعته بدينار. ما كان ذنب امرئ أن بايع امرأة فبايعته على الوفاء فباعته بدينار. ما تنسخ الشمس فالإظلام موعده، فلا يغرنك الإضلال بالعار. اي والله. وكل فاتنة في الأرض ظالمة إن أظهرت حسنها ما بين فجار. لو سال منك لعاب إثر فاحشة لشاب طهرك ما أظهرت من عار. فاملأ صحيفتك استقراء ممتحن، لا شيء ينقذه إلا بمقدار. فاملأ صحيفتك استقراء ممتحن، لا شيء ينقذه إلا بمقدار. إلا بمقداري. وهنا ذكرتني بالحطيئة في أبيات هجى بها أبناء قبيلة تميزوا بالبخل، لكنني لا أود أن أقول هذه الأبيات، ربما لا تدخل في سياق ما جئت به، لكنه ختم أيضا بعبارة إلا بمقداري. ودعنا نكتفي بهذا المقدار الآن ونخرج إلى فاصل، بعده نواصل هذه الرحلة حبذا ذلك على ضفاف الجمال. أشكرك من القلب. شاهدينا الكرام، نخرج الآن إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا.
حياكم الله أعزائنا المشاهدين، ولا نزال في رحاب هذا العدد من برنامجكم بيت القصيد. ولمن التحق بنا مجدداً أذكركم، شعر هذا العدد من بيت القصيد هو شعر سوري مجد أبو راس. إلى القصيدة فوراً قبل أن نذهب إلى شيء من النقاش. حسناً، ضوء من بعيد، من مثله في الناس نال شغافي، حلو الشمائل ساحر الأوصاف، عذب السجايا بالمحبة مثقل، كالغيث يحيي الأرض بعد جفافي، غشي الفؤاد برقة وتمنع، لكأنه متعدد الأطياف، لم ينوي سحري غير أني مدنف، وجد الطلاسم في رؤاه تعافي، طفقت أماني الحسان طروده، والقلب مفطور على الإعفاف، وعلى رحيق حديثه أتلو له شهد الكلام معتقا بسلافي، تربان في الحب استقاما عفة، لهما بكل الحادثات قوافي. تربان في الحب استقاما عفة، لهما بكل الحادثات قوافي، ظمئت حروفي والسقاط تعددوا، لكن ينبوع القصيدة صافي، فوجدت فيها مشربي ومراغمي، والروح رفدي والخيال كفافي، وبراعم الوجد الدفينة أنشأت تتحسس الأنوار فوق ضفافي، ووجدتني نهرا جرت فيه الرؤى في ظلمة ممتدة الأسداف، متعرجا أشتاق رائحة الثرى، وأميس بين حدائق الصفصاف، وأعانق الزيتون أشرب زيته، لأنير أروقة السلام الغافي، وأنا المهاجر قد أضعت هويتي، لما تهاوى اليسمين لجافي، فمتى أعانق في الشآم جذوره ليكون هذا اليوم يوم زفافي؟ فمتى أعانق في الشآم جذوره ليكون هذا اليوم يوم زفافي؟ متى سيحين موعد الزفاف يا مجد؟ الموعد اقترب يا أستاذ. كيف اقترب؟ كيف؟ اقترب. كن واقعيا يا رجل، كثيرون يرون أنه بعيد، هل أنت مع من يرونه قريبا فتتفائل، أم مع من يعيشون واقعهم ويرون أن الحلم شيئا من الكذب؟ إلى من تميل بصراحة وواقعية؟ تفضل. أميل الحلم وسط بين اثنين، إما وهم وإما أمل، فمن تضاءل حلمه ولم يراعه، من تضاءل حلمه ولم يراعه كان في دائرة الوهم الواهمين. نعم. ومن اتسع حلمه وتابعه بنشاط وجد كان من طائفة أهل الأمل. جميلة هذه الفكرة، أشبه بنظرية حياتية كلها شيء من التفاؤل، وكلها إصرار على التشبث بهذا الأمل وهذا الحلم النضر الذي لمسناه حقيقة لا وهما في قصائدك. قبل أن نذهب إلى قصيدة ربما تكون ما قبل الأخيرة، لابد أن نذهب إلى سؤال من نوع آخر. تفضل. حينما نتحدث اليوم عن فكرة الخلود للشاعر، باعتقادك الذاتي ما الذي يخلد الشاعر، القضية أم اللغة العالية أم كلاهما معا؟ ما يخلد الشاعر الرسالة التي يحملها. مهما كنت أنا متحذلق ومتفذلك بلغويتي أو بعذريتي، عندما أقرأ النص ويكون طي ساعته، هذا الشعر لا يخلد، لا الشعر ولا الشعر يخلد إلا إن عدل في ميزانه الآخر. عموما الشعر مائدا، لا بد من وجبة رئيسية، ولا بد من مقبلات، ولا بد من بهارات وملح. الشعر يعني يجب أن يتنوع، لكن هناك شيء أساسي أن يجيش كل هذا الطعام لنفع معدته وعدم إلحاق الضرر بها. نعم. والمعدة كمتلقي أنا هو عقلي وما يكتنزه العقل الباطني. نعم.
وأرى أن الشعر كله رسالة برسالة، لا يخلد إلا صاحب الرسالة، سواء كانت لغوية سواء لغوية. طبعا تختم، قال الله سبحانه وتعالى بالحصر والقصر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. إلا ليعبدوني، أن نسير على منهج اختطه لنا الشارع وهو الله سبحانه وتعالى. يعني عندما نحب نراعي الله، عندما نقاوم نراعي الله، عندما نعشق نراعي الله، عندما نريد الوطن نراعي الله، وعندما نريد الشهرة نراعي الله. جميل هذا، وهذا كله في الأمر. لكن ألا ترى أن الرسالة وحدها لا تكفي، وينبغي على الشعر أيضا أن يتمثل الأدوات، الإمكانيات، الوسائل، المعلومات، القدرة، الخبرة التي تهيئه أو تهيئه لحمل هذه الرسالة؟ الرسالة وحدها ليست كافية. أنا كنت أتكلم عن الشعر المصنوع والمطبوع بالإزدواجية. لا يمكن أن يكون هناك شعر مطبوع دون صناعة، ولا يمكن أن يكون هناك شعر. أتقصد أن ما قلته تحصيل حاصل، ينبغي أن يكون حاضرا في نفس الشاعر صاحب الرسالة، وهو ما يميزه عن الشاعر المهلهل أو الشاعر الواهم الذي لا يحمل رسالة ينافح ويكافح في سبيلها. بالضبط هكذا. إلى قصيدة جديدة. قصيدة قصيرة عنوانها فيها حنكة لغوية قليلا لبحر صعب وقافية صعبة. نسأل الله أن يستر، تفضل. غفلة. يعلمون الأجيال من بوذا، ويتركون القرآن من بوذا. جميل. يعلمون الأجيال من بوذا، ويتركون القرآن من بوذا، ليسترقوا الورى لغايتهم حتى يكونوا لهم تلاميذا. ما بين سدين من مطامعهم قد شرعوا للأطفال تفخيذا. الغرب يقتاد أعينا فرغت، والشرق أهدى لهم تعاويذا. فأي دين هذا الذي اتبعوا وقد أضاعوا للشرع تنفيذا؟ الله. فما لنا، كنا أمة وسطا، واليوم صار الإباء موقوذا. هي المنى إما أهملت نسيت، وبالفدا وجه الحق لا يوذى. وبالفدا وجهه وجه الحق لا يوذى. لا يوذى، هذا التسهيل لتأكيد أن الأذى لا يمكن أن يصيب رجلا يتشبث ويتمسك بالحق. نعم هو كذلك. أحسنت أستاذ مجد. إلى السؤال الأخير ربما في هذه الحلقة، ما الذي تنتظره من الشعر وتتوقع أنه ينتظره منك؟ أي الشعر، ما الذي تنتظره منه وينتظره منك؟ والله تفضل. سأقول ذلك شعرا. تفضل. بما أننا قد أنهينا، تفضل، بالأمس مهرجان الشعر العربي الذي أقامته الجمعية الدولية لشعراء العرب. نعم. أقول رافعا شعار الجمعية. تفضل. لأن الشعر يجمعنا، سنرعاه ليبقى في قضيتنا له جاه، ونرسل فيه فكرتنا محفزة لكل مناضل حر عرفناه، وكل مشرد في الأرض تمنعه يد السلطان عن عيش تمناه، ونرسم فيه أحلاما نعانقها، ونسعى قائلين به: لنا الله. لنا الله، ودائما لنا الله بإذن الله تعالى. حينما نتحدث في مضمار اللغة يعني يتسع أو يضيق الوقت على الكثير من الأسئلة، لكن هذا الشجن الجميل وهذا الانتماء إلى الفكرة الحسنة والكلمة العذبة، الكلمة التي عفوا تمهد الدرب أمام الأجيال، نجد أن هناك رسالة في نفس ونفس الشاعر مجد أبو راس. هذه الرسالة أيضا تكون حاضرة حينما يتكلم عن وطنه ويعود لتذكر هذا الوطن. رسالتك من أجل الشام التي تحب، هل هي الرسالة الأخيرة؟ رسالة كلامية وليست شعرية. نعم، هل هي الرسالة الأخيرة؟ الرسالة الأخيرة أريد أن يصل صوتي ليفرق بين الحق والباطل، وأن أجيش كل ما أستطيع أن أتعلمه من شعر ومن مناهج الحياة من لغة وغيرها وما إلى سواها، للفصل ما بين الحق والباطل. نعم. ليزهق الباطل وينصر الحق.
سينتصر الحق ولا شك أن هذا اليوم آت لا محالة. الآن هناك 5 مفردات سأسألك عنها، وهذه المفردات أريد منك أن تعطيني تفسيرا شخصيا بعيدا عن الاصطلاح، تفسيرا شخصيا من وجهة نظرك الخاصة بعيدا عن اللغة. بعيدا عن تريد الاصطلاح الشخصي الذاتي. الأزرار. الأزرار مفتاح للولوج مفتاح للخروج، مفاتيح للولوج ومفاتيح للخروج. الأذن. الأذن حاسة هي الأولى التي تخدم الذات. التراب. التراب شيء يمسك بك من الأسفل ويدعك تتشبث به. الضباب. الضباب سراب لابد أن ينقشع. والخوف. الخوف حالة صحية ضرورية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. جميل، هذه إجابات باعتقادي جدا كانت موفقة، خصوصا بإجابتك ووصفك للتراب، شيء يشدك إلى أسفل وأنت تقف عليه تظن نفسك متزنا لكنك تتناقص وفي النهاية تذوب وتتلاشى مع هذا التراب لتعود إليه كونك أنت منه أصلا. أحسنت إجابة تتسم بالحكمة ولا تخلو من العظة أيضا. إلى القصيدة الأخيرة أستاذ مجد أبو راس الشاعر السوري، تفضل. القصيدة الأخيرة رسالة إلى الأمة العربية جمعاء. نعم. يا أمة العرب استدركي الأرض، دعي السياسات واحفظي العرض، يد الوصايات عنك قد رفعت ومدعو الطب أصبحوا مرضى. ترجين مستكفيا لمعركة وكل شبر تعمه الفوضى. الله. وأرضك استنزفت مواردها وسلمت للعدو كي يرضى. فأسرج الخيل بعدما عريت وجرد السيف وليكن أمضى، وعانق الموت قبل موعده فشهوة الموت أصبحت فرضا. فشهوة الموت أصبحت فرضا، الذي أردت أن توصله إلى عموم الناس الذين يتبنون هذه القضية خصوصا في البيت الأخير. ما أردته. لماذا لا تكون الحياة هي الفريضة لا الموت؟ قد يقول قائل. قد يقول قائل، لأننا استنزفنا من الداخل ومن الخارج، وما حك جلدك مثل ظفرك مثل ظفرك. لأن الموت فرض نفسه علينا فنحن يجب أن نعشقه، مواجهته. نعم، أقول في بيتين. مواجهته لا عشقه، علينا أن نواجه الموت لا أن نعشقه. هذا العشق يتجذر. تقصد العشق بمعنى الانتماء لقضية ندافع عنها. نعم. نعم، جميل. وعنق الموت قبل موعده فشهوة الموت أصبحت فرض. الموت مفروض، لكن عندما نموت ببسالة وشجاعة نكون قد أدينا واجبنا كما يجب. نسأل الله لك العمر المديد. إلى البيتين اللذين قلت تود قراءتهما. رب فاد لا يشفق الخوف منه عندما تصطلي به الحادثات، يحمل الموت في الضلوع حياة ومن الموت تستمد الحياة. ومن الموت تستمد الحياة. نتمنى لك حياة مديدة عنوانها التوفيق إن شاء الله. وصلت الآن أنا وأنت إلى فقرة أخيرة في هذا البرنامج. أشكر. وفيها سنتحدث عن شيء آخر. هل ترى أن الشاعر رقيب على نفسه قبل رقابة الآخرين، أم أنه ينبغي عليه أن يمارس دور رقابة عليهم وهم يمارسون نفس الدور؟ أنا أتمثل قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. جميل جدا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذا ينطبق على الشعر أيضا. ينطبق على كل شيء. نعم. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل هناك من الشعر بعد عمر طويل طبعا ترى أنه من الممكن أن يكون لصالحك؟ هل تسعى إلى ذلك؟ نعم أسعى، حتى وإن لم يخلد شعري، شعري سيخلد. أنا واثق أن شعري سيخلد لأنه يحمل رسالة لا أحيد عنها.
لأنه يحمل رسالة. رسالة شريفة. لو لم تقل لأنه يحمل رسالة لظننت أنك معجب بنفسك حد الغرور، وهكذا ظن بك كثيرون ممن يشاهدون. وإن أنا أرجو الفائدة التي فيه. الفائدة التي فيه هي التي تدفعك للإيقان بأن الشعر سيخلد، وحتما كل رسالة هادفة سيكتب لها الخلود. سأمنحك الآن الفرصة الأخيرة شعرا لقراءة أبيات قصيرة، وبعدها للأسف سيكون وقتنا قد نفذ. إلى الأبيات الختامية إذن التي تودها مسكا للختام. تفضل. الأبيات الختامية قصيدة قصيرة. تفضل. حكمة الله. عيونهم شخصت تجري مع الناس، عزل الأيادي ضعاف النفس والباس، باتوا تقلبهم أشراك عنكبة، جوعى تضن بهم عن حكمة الآسي، عافوا الكرامة واسترضوا مصائرهم، وهيأوا أرؤسا للباتر الماسي، فمن لجارية حسناء يشكمها، إن بات عائلها كالذاكر الناس، حجت إلى الأفق الغربي تسألهم سقط المتاع وتشكو المحمل القاسي، تجر خلف تخوم الزيف خيبتها، تزود عنها بأخماس وأسداس، تلم من ظامئات الرمل تعصرها لتسقي الكبد الحرة بإحساس، ماذا تراها أفرت أم قضت كمدا، أم ساقها العيش ترضي أرذل الناس، ففي الحياة أحاج ليس يدركها إلا الذي أودع الألباب في الراس. ففي الحياة أحاج ليس يدركها إلا الذي أودع الألباب في الراس. دمت يا مجد أبو راس، أدعوكم الله ذخرا ورفدا وموئلة. أسأل الله لك تسلم، أسأل الله لك كل التوفيق في مشوارك الأدبي، وأن تظل صاحب رسالة لا تحيد عنها ولا تضل، هكذا كل الكتاب الذين نتوسم بهم خدمة مشاريع بلادهم نحو حرية حقيقية تنطلق من التزاماتنا بديننا الإسلامي الحنيف وقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا السمحة بإذن الله. وهذا ما نرجو. أشكرك شكرا جزيلا على تشريفك لنا في بيت القصيدة. حياكم الله. شكرا لاستضافتكم إيانا. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم الثقافي الأسبوعي بيت القصيدة. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر، وحتى ذلك الموعد لكم مني أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.